يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سورة النساء الآية رقم 135. معناها انت فيل انت مصطفى المشهور وانت عند اي كلب بتشتغل عند راد. يلا تشكور سنان، نحن مسكنا فيل انت مصطفى وجبناه. عطينا مكافأتنا. عبدول، يعطينا من شان فيل انت مصطفى مكافأة صغيرة كتير مثل هاي؟ شو ما بيقول عبدول بتعملوه؟ فيل انت مصطفى، المعلم عبدول بعت خبر لكل مكان باسطنبول كرمالك وخصص مكافأة للي بيجيبك عايش أو حتى ميت. طلعت هالمكافأة من نصيبهم. لما سمع عبدول إنك انكمشت وصرت بين إيدينا انبسط بشكل كبير. وهلأ خلينا نتسلى مع بعض. وينو عبدول؟ بآخر لحظة بطل يجي ليشوفك، وإذا ما عندك مانع أنا يلي راح نظفك هلأ. يعني ما راح يجي؟ شو دخلك ولا؟ مو عأساس يجي عبدول؟ أنا قلتلكن ما رح يجي. شو قصتك أنت وياه؟ شو دخلكن إذا أجا عبدول ولا ما أجا؟ مصطفى لا تواخذني يا أخي، أنا ضربتك على الفاضي، ما تضايقت مني ما؟ يعني عبدول ما نهون؟ للأسف. لكان أنت رح تخبرنا عن مكان مستودع الأسلحة. أكيد رح يخبرنا. وشو بيعرفك مستودع الأسلحة؟ ومنعرف انه هاي الاسلحة رح تبعتوها للروم من شان التمرد. كنا ناويين ناخد كل الاسلحة هي وعبدول، بس ما طلع من نصيبنا. يلا احكي مين انت ودعك. ما حدا يتحرك، استسلموا. Thank you.
هذا عم تقيم ما حدا يوقف قدامي. الكل ينبطوا على الأرض. وقف لا تهرب. عملك وقف استسلم. وقف مكانك. وقف. تعالي لهون. لا تقرب لهون وإلا بتبعها. اهدى. انت رجال ذكي، الأسلحة يلي بدك تهربها صارت بإيدينا هلأ، وخلصنا على كل رجالك. ما رح تهرب من هون. أنا رح أذبحها. اصحكن تقربوا. هالمسكيني ما دخلها، تركها. يلا بعدو هيك. بكفي بقى، أنت تعبني كتير معك. ها اللي بسرعة مين صاحب الأسلحة الأصلي؟ أعطينا اسمه سنان. صدقوني إذا قلت لكم مين المعلم الكبير يلي بيشتغل معه عبدول لتنتهوا. أساساً هذا يلي نحن بدنا نعرفه. وينو عبدول؟ وقلنا شو اسم يلي بيشتغل معه وبعدين استسلم. الرجال اللي بيشتغل معه عم صار لك شيء؟ رضا انت شو عملت؟ كان لازم تصيب سنان بالايد مو بالراس. هاي الايد وهذا الراس. هلا رح يقدر يحكي؟ انت قل له مصطفى. انت ما رح تتعلم بحياتك؟ ما رح يحكي. شو بدي ساوي؟ لقيتها فرصة وقوصت. بعدين يا اخي ما بيصير هيك، خبرتوني باخر لحظة بهالموضوع وانا ما بعرف شو بدي ساوي. معك حق رضا، لانه بكل مهمة انت بتكون فيها بتخرب كل شيء. اخي القصة ما بدها الحساسية. على كلين الاسلحة بالطرف الثاني، انت خليك هون واجمعوا كل الجسس. يلا إن شاء الله جبتوا لي معكم أخبار منيحة. حضرة القاضي. حضرة القاضي. شو صار؟ ما قدرتوا تلاقوا عبدول؟ خلاص فهمت. يا ترى اتقلتوا حدا من رجاله لنحقق معه؟ يا ريتكن على القليلة تركتوا شي حدا من رجال عبدول عايش لناخد منه معلومة تفيدنا. احكي مصطفى. والله يا سيدي ما بعرف ليش رجاله فضلوا الموت على انه نعتقله. اها، يعني رجاله ماتوا وعبدول زحف من بين ايديكم مثل الافعى وراح. اسمعوني شباب، ضروري نمسك عبدول. هو مانو مجرم عادي، في وراء عبدول عصابة كبيرة، يعني إذا كمشناه وقت البقية رح يوقعوا بين إيدينا. وما عاد تنبهت هديك الأسلحة لعند الروم والمنطقة رح تعيش بسلام على طول. عم تفهموا علي؟ أمرك يا حضرة. أي فهمنا عليك. وهلأ رح نحكي بموضوع تاني. وصلت مبارح رسالة لجلالة السلطان، تعرفوا شي من مين؟
هي رسالة شكر خاصة من مملكة الإنجليز لألك مصطفى. جلالة السلطان أمر أنه نعمل مراسم لحتى نلبسك وسام العدالة. عن جد ما في داعي؟ لا في داعي، أنت بتستاهل. جلالة السلطان لو ما شافك بتستحق هالوسام ما أعطاك إياه. وأنت أصحك تكون مثلهم عم تفهم؟ أكيد سيدي. منيح منيح. علي خبي هالسكاكين منيح، طالع بتشبه اللحام أكثر من إنك ضابط. ما بدك تكون مثلنا؟ خلصنا. حضرة القاضي بيعرف جلالة السلطان شخصيا؟ كان أستاذه لجلالة السلطان من زمان، بيعرفه كتير منيح. هو كان ناصب لنا فخ، فكرنا انه وقع بايدنا وكمشناه، بس طلعت هي خطته ليفوت لعنا، وفجاه هو ورجاله قدروا يقتلوا رجالنا. انت كم سنه لك عم تشتغل عندي عبدول؟ انا لنقول من كم سنه. الكل بيغلطوا بس اصحك تعيدها. خلينا نشوف كيف بدنا ننصب كمين لمصطفى، وطبعاً أنت يلي رح تزبط هذا الموضوع. استنى خبر مني. أنا بأمرك. شكراً سيد بوريس، شكراً. رح نبعت شحنة الأسلحة اللي جاية عن طريق فارنا، أنت تولى الموضوع. لقيناه على باب الجامع. على مهلك. تعرف شو؟ نحن عنا نفس القدر. على راس البر والقمر نور، عيني 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 على مو على موج البحر. لارا، ايه خالتي؟ خير ان شاء الله حبيبتي، شايفتك مبسوطة كتير. لانه انا رح اعمل جولة مع بابا ببيرا اليوم. منيح، معناها خطيبك أنور جاي معنا كمان. لا، أنور مانو خطيبي. إيه بس يا بنتي، أبوكي ما عم يقول هالكلام. إيه يحكي اللي بده يا، إذا ما التقيت بشخص حبيته وحبني أنا ما رح أتزوج بحياتي. اسمعوا على هالحكي، كيف رح تعرفي إذا التقيتي فيه إنك حبيتي؟ بالحقيقة عادي، هون هو أول ما أشوف الشخص يلي هو رح يحبني وأنا رح أحبه كمان، فجأة بيوقع قلبي وهو وقتها بياخد مكاني بقلبي. يلا يا بنتي يلا، تعرفي إنه أبوكي ما بيحب إنه يستنى أبدا. يلا. أوف، أنا ما عاد أتحمل هاد يلي اسمه أنوار. لارا يلا بنتي بلا ما نتأخر، يلا. أوف، ما شاء الله عليك. الجو اليوم حلو كتير. ها، ما فهمت شو قصدك. ارفع راسك عن الارض وطلع حواليك، ما عم تشوف هالبنات الحلوين؟ استغفر الله،
مصطفى، هلا انت بدك تضل بهي العقليه؟ حلك تلاقي لك شي بنت حلال تتزوجها احسن ما تضل لحالها. يلي بيسمعك عم تقول هيك بيفكر انك متزوج من زمان وعندك شي 10 اولاد. اطلع على حالك. ايه والله كلامك مزبوط، انا لساتني عزابي. اسمعني، بس يجي نصيب الواحد وقتها بيتزوج، فهمت؟ بالحقيقه انا عم دور على بنت شوفتها تقطع لي نفسي، تحط لي قلبي جوات قفص، فهمت؟ هالكلام كبير كتير. لك ايه، انا عم دور على الحب. ايه بس رح تدور كتير لتلاقي. والله انت حيرتني معك. حضرة الضابط استنى. خير يا حسن؟ شوفي في مهمة مستعجلة. شو؟ عبدول بكوش جيهان ورقم البيت هو 11. والله صار لازم نحف حالي بقى. بابا معلش امسك ايدك. بس ما يغار خطيبك. ما حدا بيطلع له يحكي لانه احلى رجال باسطنبول هو بابا، وهو ما لازم يغار منك. بعدين انور مانو خطيبي. لارا. وكمان صار لي زمان ما طلعت مشوار انا وياك. ايه بعرف معك حق، انا هملتك بسبب الشغل. لا تقلقي، رح خصص لك وقت لإلك. معناتها بابا حبيبي خلينا ننبسط بهاليوم. طيب انت شو حابة تساوي؟ يا حرام، انت منيح؟ صار لك شي؟ اللي فيك شي؟ بترجاك سامحني، جوعان صار لي يومين ما أكلت ولا لقمة. ماشي، بالأول كله عبي بطنك، وبعدين إذا بدك تشتغل روح على المينا وعطيهم اسمي بوريس زهارياس، فوراً بيلاقولك شغل بشي سفينة. منيح هيك؟ الله يكتر خيرك. يسلمني أنا يلي عنده أطيب قلب. آسف بنتي، لازم أرجع على البيت، كنت نسيان أنه في شخص جاي لعندي. بس إذا أنت بتحبي فيك تكملي مشوارك مع خطيبك أنور. دائماً هيك. لا تزعلي حبيبتي، بنتي بأمانتك. فيك تثق فيني، لا تشغل بالك. شي أكيد يا أنور، قبل المساء بترجعوا. حاضر سيد زهارياس. يلا بنتي تعالي. شبه فردية لا تعبسي، هي رايحين نتسلى. لارا شوفي هالشعلات شو حلوين، خلينا نوقف ونشوفهم. هذا هربان من هون. هاد لساته سخن، ما صار له زمان رايح. هالحقير دايما بيسبقنا بخطوة. شو رح نعمل مصطفى؟ يا الله، أنا لازم انحفل شوي، هيك ما بيمشي الحال. أهلين سيد بوريس. بعتذر منكم على التأخير. شكرا لك. هذا الأكل
اتجهز بشكل خاص مشانكم. صحتين. هاي الأكلة بدها براعة كتير لتطلع اللحمة طيبة، وأساسا أنه نخنق الفريسة ليضل الدم جواتها. في نقطة حساسة كتير، إذا أخذت الشغلة وقت طويل لتقتلوا الفريسة مو منيح أبدا، بيصير اللحم قاسي وما بيكون طيب. مشان هيك لازم تكسروا رقبة الفريسة بسرعة وبحركة قوية كتير. يعني يا سادة، مشان هالأكلة الطيبة ولحتى كلياتنا ناكل، قتلنا هالفريسة. هاي الحياة، في أشخاص لازم يموتوا ويتركونا مشان البقية يضلوا عايشين. مزبوط مزبوط. كلياتنا اضطرينا نضحي بكتير شغلات مشان حياة أفضل، بس أكبر غلطة بالوجود هي الجشع والطمع للبني آدم. بجوز أنتم مستغربين وعم تسألوا حالكم هلأ ليش عم أحكي بهاي الطريقة. أنا رح أقلكن السبب. في واحد سرقني من بيناتكم، وحتى انه عم يتطلع بعيوني بكل وقاحة. يا سادة، بوريس زهارياس، ما حدا بيقدر يسرقه. العين الجشعة والطماعة ما بتشبع غير لحتى يموت صاحبها. صحتين وعافية. ايه هذا كتير حلو. ايه صح معك حق. صح؟ هذا من الحرير الخالص، اجانا من بغداد، وشايفة هاي الخيوط من ذهب. بقديش؟ حاجتك لارا، شو بدك بهالسؤال؟ أنا رح أشتري كل الشالات اللي هون. كلهم؟ إيه إيه. تكرم، رح نجهز لك إياهم. وهيك بتنقي بيناتهم على كيفك. شكرا أستاذ أنوار، ما في داعي. شو هالحكي؟ مستعد أشتري الدنيا لتفرح خطيبتي. كتير منيح، خالتي. قربت تجي الشتوية، خلينا نوزع هالشالات على المحتاجين. وبهالحالة أستاذ أنور رح تكسب دعاء هالمساكين والمحتاجين.
امشي. تعرف علي، بما انه اجينا لهون خلينا ناخذ هديه لخديجه. ايه بيصير. حسن، اذا بدك روح على المغفر. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. بدي هاد. هاد انا اشتريته. او هاد. وهاد اشتريته كمان. معناتها هاد نفس الشيء. طيب هاد اشتريته. وهاد فهم بقى، انا اشتريت كل شيء. رح توقف هالمسخره ولا شو؟ بدي هاد. بس هذا الشال غالي كتير. راح اشتري. حقه 400. شو؟ انت معك مصاري؟ ايه معي. تفضل. انبسطت هلا؟ طار الراتب. لو ما اشتريته كنت رح انجلط. لا اصحك تنجلط. انبسط انبسط. بكفي. امتى بستلم الصور؟ ايه الاسبوع الجاي ان شاء الله. هذا بيغني وبيحكي بنفس الطريقة؟ كيفك عبد الله؟ ولك كنت عم قلك كيفك عبد الله. هاد انتو؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. مصطفى، امانتك صارت كتير حلوه. تعالوا معي. بسرعه بسرعه، مسدس جديد جاهز. انا صنعت احدث مسدس بالبلد. يلا يلا تفضلوا. شو رأيك؟ كتير حلو مو؟ كأنك صبيته من جديد. بيلبق لك مصطفى، تستاهل. والله أنت ما في منك.
شوف مصطفى، أنا حطيت قبضة جديدة ووسعت المخزن مثل ما لك شايف. القوة تبعه صارت أكبر من قبل. بس لازم تضل متذكر إنه العدالة فوق كل شيء يا مصطفى. إجا الوقت يا مصطفى. شوف يا ابني، تكبر مثل الحجر إذا انربط بالخاصرة ما منقدر نسبح معه ولا نطير معه. فهمت؟ خلينا نفوت. سعد باشا، شو القصة؟ كأنك مخربط بمكانك. حضرة المشرف، شربت شوي، بعتذر من حضرتك. كان المكان فاضي لهيك وقفت. الغلط بهيك احتفالات رسمية ما بينغفر. المفروض انه انت بتعرف القوانين منيح، وبتعرف انه الاحترام هو اساس عاداتنا. حط هذا الشيء ببالك. الحق معك، انا بعتذر منك. اتفضل وقف بمكانك. ضابط مصطفى، اجتنا رسالة من مملكة الإنجليز بيشكروا فيها جهودك وتعبك بخصوص تحقيقاتك بكل الجرائم. انت خليت الدولة العليا تعتز وتفتخر، لهذا السبب انت استلمت باسم تشكيلات الضباط يلي عنا رسالة شكر من مملكة الإنجليز. ولهيك وبسبب نجاحاتك المميزة، جلالة سلطاننا شاف إنك بتستحق وسام العدالة. اسمع يا مصطفى، مكتوب على هذا الوسام العدل هو دائما أساس الملك. بتعرف شو معنات هذا الكلام؟ العدل قبل كل شيء جلالة السلطان. كتير منيح. العدل هو أساس الملك، يعني العدالة هي أساس الدولة. لهيك أهم الإصلاحات يلي رح تصير بدولتنا العليا هي بخصوص العدالة. أنا بدي إياك تستخدم كل المعلومات يلي بتعرفها وخبرتك الكبيرة بتطوير تشكيلات ضباطنا، وعندي أمل إني أشوفك مشرف بالمستقبل. أمرك جلالة السلطان. رائع، ممتاز. الشيء اللي عم استناه منك كبير يا مصطفى. لا تنسى هالكلام. بفضل توجيهاتكم. تمام تمام.
يعني رح تصير مشرف بالمستقبل. لا تفرح أبدا. عبدول متخبي بالميناء هلا، وهذا الخبر اكيد لازم نروح للقاضي سامي وناخذ اذن المداهمه منه. ما في وقت، ما بنعرف لامتى رح يضل هنيك. برايي ناخذ الضباط ونداهم الميناء. الضباط بدوريه هلا وما في اي حدا هون، ونحن بس المناوبين اليوم. حسن جهز العربي بسرعة. العربي صارت جاهزة برا. لكن يلا خلينا نروح نزور عبدول. شباب الظاهر في عاصفة قوية جاي. مصطفى، هاي الطريقة انجليزية؟ هنن بعتوك لانجلترا لحتى تتعلم بس، صاير غريب كتير ها؟ هذا هو اخي فين انت مصطفى الابضاي، الله بحييك يا سبع. عفوا مصطفى، انا بترجاك لا تواخذني. على مخفر بشكتاش، بتخبر الضباط وبتجيبهم لهون بسرعة. يلا عمرك، يلا يلا. شو هلأ؟ خليك عم تراقبهم ونحن رح نفوت لجوا.